في الغابة وإنك تكمل نهارك حي يعتبر إنجاز. فما ثلاثة نوع من الحيوانات: الصيد، الضبع، وبالطبيعة بقية الحيوانات. حرب كبيرة قاعدة تصغر، حرب السيد والعبيد، حرب الدربوات والتيريتوارات، حرب الشر ضد الشر. خليل هكا ما نتفهموش، شوية نظام. اش صار يا اخي؟ هذا هو من غير مشاكل. خليل هو المشكل، قتلتنا بالقواعد والانضباط متاعك. يا حتى خليل فد منك. خليل من غير مشاكل يا اموري. حتى حد ما يتدخلك في امورك، اما كي امورك تدخل في اموري الغادي المشكل. قوية السلعة، قديش قعدت تركح فيها في مخك؟ أولا من باب الاحترام، كل واحد يلزم أموره. ثانيا من باب التربية، شم دخله في أموري. ثالثا وهو الأهم، خليل فددني وما عادش نجم نستحمل. أولا ثانيا ثالثا يسيب روحك. يسيب روحي؟ مو لابس قطع في الدراب وتكذب زاد. ياك هو ديما انا نكذب وديما موحلها في راسي. بالطبيعه شكون عندنا غيرك هامل؟ ما هو من جرتك نتصرف هكا. ودرابوك انا ما مسيتوش، اما كنت اتمنى نقطعو انا.
هذا هو العدو. مش خليل المشكل، نختلفوا لكن نجموا نتعايشوا. المرة هذه بقيت الحيوانات سلكتها والحرب ما قامتش. نختلفوا لكن النجم نتعايشوا في الغابة، وإن تكمل نهارك حي يعتبر إنجاز. حسينا اللي فما حركة جديدة قاعدة تظهر من ضعفهم، خرجت قوتهم والقوة مش في الحاكم، القوة في انك تحب تعيش.